أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي التلاميذ، يسعدني أن أقدم لكم درسنا لهذا اليوم من القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي. نقدمه لكم من المدرسة العراقية الألمانية فرع بغداد. الدرس الثاني يتحدث عن هوية المسلم، هوية المسلم للحفظ. ماذا يقصد بهوية المسلم؟ الله ربنا. الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، المسلمات أخواتنا. أحبابي، يجب علينا أن نردد هذا الدرس وهذه الكلمات مرة أخرى لكي نحفظ الدرس. الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون أخواننا، المسلمات أخواتنا. سوف أعيد القراءة مرة ثالثة. الله ربنا، رددوا معي، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، المسلمات أخواتنا. الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، المسلمات أخواتنا. ردد مرة ثانية. الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، المسلمات أخواتنا، المسلمات أخواتنا. شنو يعني هوية المسلم؟ هوية المسلم يعني أني اسمي، أعرف اسمي. زين، إحنا إذا إحنا مسلمين شنو هويتنا؟ شلون من نريد نروح المكان نسافر ونعرف نفسنا إنه إحنا مسلمين؟ شلون إحنا مسلمين؟ إحنا ديننا شنو؟ الإسلام. الإسلام ديننا، نتعلم بيه أمور العقيدة وكل شيء. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هوية المسلم يجب علينا أن نتعلم ذلك. لماذا؟ لأننا مسلمين. والآن أحبابي، انتبهوا معي إلى هذه الصور. الله سبحانه وتعالى هو ربنا، خالق كل شيء. ماذا يوجد في هذه الصورة التي هي أمامي؟ الأنهار والأشجار. من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى الأرض والأشجار والأنهار. خلق الله سبحانه وتعالى الحيوانات. إذن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. خلق الله الأشجار والأنهار، وخلق الله سبحانه وتعالى الحيوانات. من الذي يستطيع خلق كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه النعم. فعلينا أن نحمد الله ونشكره في كل وقت. ماذا يقصد بالله ربنا؟ الله ربنا هو الذي خلقنا والذي نعبده. محمد نبينا
محمد ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كل الناس ليهديهم إلى الطريق الحق وهو طريق الإسلام. طريق الحق هو طريق الإسلام، هو الطريق الصحيح، طريق الصراط المستقيم اللي أخذنا تفسير سورة الفاتحة. نبينا من نبينا محمد، الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، الإسلام ديننا، ديننا الإسلام، وهو دين الله إلى الخلق كلهم. هدانا الله تعالى إلى الإيمان بالإسلام. القرآن كتابنا، نعرف شنو يعني القرآن. القرآن هو الكتاب اللي نقرأ به السور القرآنية. أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم، وكان الملك جبريل يتنزل بالقرآن الكريم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن الكريم نزل على نبينا محمد عندما أمره الله سبحانه وتعالى بأن ينشر الدعوة ويجعل الناس كلهم مسلمين ويتركون عبادة الأصنام. وراح نتعلم بالدروس القادمة شلون ونعرف قصة نبينا محمد ويا الكفار اللي ما يعبدون رب العالمين، شلون قدر النبي محمد أن ينشر الإسلام إلى جميع العالم. فلولا نبينا محمد لم نستطيع أن نكون نحن كذلك. الكعبة قبلتنا، عندما نقوم لإداء الصلاة نتجه إلى الكعبة المشرفة. ماذا يقصد بها الكعبة؟ هي بيت الله سبحانه وتعالى الذي نذهب إليه في موسم الحج والعمرة. الكعبة نتجه في صلاتنا إلى الكعبة المشرفة وهي بيت الله سبحانه وتعالى. المسلمون إخواننا والمسلمات أخواتنا. إذن الله ربنا والكعبة قبلتنا والقرآن كتابنا ولا فرق بيننا. ما يصير واحد يفرق بين الثاني، ليش؟ لأن إحنا شنو؟ إحنا مسلمين. إذن إيش قد أركان الإسلام؟ الله ربنا هاي وحدة، محمد نبينا اثنين، الإسلام ديننا ثلاثة، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، والمسلمات أخواتنا. هيا نردد مرة أخرى، الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون إخواننا، المسلمات أخواتنا. إذن عندنا هنا نشاط نردد سوية، أنا مسلم أطيع الله ورسوله، أنا مسلم أطيع الله ورسوله، وأنا أحب الله ورسوله الكريم، أنا أحب الله ورسوله الكريم. والآن أحبابي لنستمع إلى هذا الفيديو التوضيحي. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، سندرس اليوم معا الدرس الأول من كتاب التوحيد، ما يجب على المسلم معرفته. هناك ثلاثة أسئلة مهمة يجب علينا أن نعرف جميعنا إجابتها. السؤال الأول، من ربك؟ من ربك؟ ربي الله عز وجل. السؤال الأول، من ربك؟ ربي الله عز وجل، الله ربنا، ربي الله عز وجل. السؤال الثاني، ما دينك؟ ما دينك؟ ديني هو الإسلام، ديني هو الإسلام. ما دينك؟ ديني هو الإسلام، ديني هو الإسلام. السؤال الثالث، السؤال الثالث، من نبيك؟ من نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، نبيي محمد.
من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة يسأل عنها الإنسان، ومن آمن بها نال سعادة الدنيا والآخرة. هذا رائع حقا. هذه الأمور الثلاثة يسأل عنها الإنسان، ومن آمن بها ونالت سعادة الدنيا والآخرة. اللي يؤمن بهاي الأمور راح ينال رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أحسنتم. ألون كما في الأسطر الآتية: الله ربي، الإسلام ديني، ومحمد نبي. الله ربنا، محمد نبينا، والإسلام ديننا. إذن درسنا لهذا اليوم في التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهو أن يجب علينا أن نحفظ هوية المسلم، لنردد سوية: الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، الكعبة القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمين إخواننا، والمسلمات أخواتنا. أعزائي التلاميذ، لنستمع سوية إلى هذه الأنشودة الجميلة. الله ربي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، ومحمد رسولي. الله ربي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، ومحمد رسولي، ومحمد رسولي. الله ربي، والإسلام ديني. هيا لنردد سوية: ديني، والقرآن كتابي، ومحمد رسولي. الله ربي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، ومحمد رسولي، ومحمد رسولي. الله ربي. الله تعالى هو ربنا ورب كل شيء. الإسلام ديني، ديننا هو دين الإسلام. القرآن كتابي، القرآن هو كتابنا وهو كلام الله تعالى. القرآن كتابي، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد. محمد رسولي، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسولنا، وعلينا أن نقتدي به ونلتزم بتعاليمه. محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلينا أن نقتدي به ونلتزم بكل تعاليمه. والآن أصدقائي، حان دوركم. هيا لنردد سويتنا. أكمل مما يأتي مستعينا بما بين القوسين: الله. الله. ماذا نقول؟ هيا لننتبه إلى هذه الأسئلة: الله كتابي أم ديني أم ربي أم رسولي؟ ماذا نقول؟ الله ربي. نعم أحسنتم. ربي. الإسلام. ماذا نقول؟ الإسلام كتابي أم ديني أم ربي أم رسولي؟ لننتظر الإجابة، فكروا معي.
ديني. أحسنتم. محمد رسولي. أحسنتم. محمد النبي، محمد الرسول. ممكن أن نقول محمد نبينا، محمد رسولنا. القرآن كتابي. أحسنتم. القرآن كتابي. والآن يا أحبابي أكملنا درسنا لهذا اليوم في هوية المسلم، وسوف أردده لكم مرة أخيرة طالبة منكم الإنصات إلي: الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، القرآن كتابنا، الكعبة قبلتنا، المسلمون أخواننا، المسلمات أخواتنا. والآن انتهينا من درسنا لهذا اليوم، شاكرة منكم الإنصات إليه.